صباح الخير احبتي المشاهدين، تحياتي لكم من اورب الجيم سيليوكم، اخوكم كابتن نوار النعمي. تحياتي لزميلات وزملاء في استوديو برنامج سامراء صباح. بعض تمارين رجل معروف الكل، سكوات هاك سكوات في سكوات، سيخان امام سيخان، خلف دواخر الخوارج رجل، جوف الى اخره. لكن بعض التمارين ممتاز جدا تخلك وجهد على العضله تعطيك النتيجه اللي تقدر اللي انت تتمناها. بعض الناس مثلي عندهم ضعف بجينات مارجل، الله يساعدنا، قد ما نتمرن الاستجابه ضعيفه، لكن احنا مستمرين. هذا التمرين اللي هو قوي يحتاج تكنيك، يحتاج تركيز، لكن تمرين جدا 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 صعب. يعني انا شايل هم شو راح اسوي صراحه. شوف وياي دمبلاصات تحتاج، راح نشرحها بوزن خفيف. الرجل تكون الى الخلف، طبعا شويه صعب هذا التمرين. خوش رجل الى الخلف، ثم مثل ما تشوفون بهاي الطريقه. شوف وياي 1 2 3 4 5 6، كل رجل على حدادة تعاني من سكويز اللي هو سكوات بالدمبلس. شوف وياي، انت من تاخذ بهاي الطريقة الرجل تشتغل على حدادة. شوف وياي نزول 1 2 3 4، ما تغير. شوف وياي شوية صعبة الوضع، 1 2 3 4. حتى تحاول تبدي بي، ابدي بدون وزن، ابدي بدون وزن، علم رجليك على التمرين، بعدها ابدي صاعد وزن. هنا خياراتك متنوعة، تريد شغل دمبلس، تريد تاخذ قرص إلى الأمام أو قرص إلى الصدر. يا إخوان إيش ما أحكي على التمرين ما راح أعطيه حقه. هذا التمرين ممتاز جدا، راح يحط ضغط على العضلة الرباعية خرافي، يعني الضغط مالته جدا ممتاز. ماكو اي تمرين عدا السكوات يعطيك الجهد. الافضل تاخذه اخر شيء او تاخذه نقول مثلا قبل الاخير. لازم ما تبدي من البدايه لان راح يجهد عضلات رجليك. شوف وياي، اهم شيء الاخطاء ما كررها، اهم شيء مسافه بيني وبين الرجل. شوف وياي النزول بهاي الطريقة، الصعود نزول والصعود، حركة بسيطة جدا لكن تؤدي الهدف. جربوه وادعوا لي ان شاء الله. لكم ما طولنا عليكم، تحياتي لزميلات الزملاء في استوديو برنامج سامراء صباح.